السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوينا، حالهم في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم، قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. هل لسلالة النحل علاقة في زيادة إنتاج العسل؟ وما هي السلالات التي تنتج عسل بغزارة؟ سلالة النحل وعلاقتها بالإنتاج، كيف ذلك؟ حديث جميل للأستاذ الفاضل الأستاذ رشدي زريقي من فلسطين، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أخي حازم. شوف حازم، أنا في لا شك أنه في تفاوت ما بين السلالات في جمع العسل. في سلالات تجمع أكثر من سلالات، وهذا يعني متأكد منه تماما 100%. طبعا في هناك أسباب، وفي له أسباب فسيولوجية، أسباب تشريحية إلى آخره. ما مثلا نعطي أمثلة، في نحل لسانه قصير وفي نحل لسانه أطول. يعني هذا شو بدلنا على أنه النحل اللي لسانها طويلة بتقدر توصل لسانها إلى عمق الزهرة، وبالتالي يعني تسحب كل الرحيق الموجود في الزهرة، بينما النحل اللي لسانها قصير قد لا تستطيع أن تجمع عسل من الأزهار اللي بيكون الكأس الزهرة بيكون ضيق وطويل. لذلك في نحل يجمع أكثر من نحل إذا كان في تفاوت في طول اللسان. في عنا أمر آخر، يعني قدرة النحل على الطيران وكم بقدر يقطع مسافة. فيعني لا شك إنه في القدرات النحل على الطيران تتفاوت برضو من سلالة إلى سلالة. بعض النحل ممكن إنه ما يقطع أكثر من كيلومتر، بعض النحل ممكن إنه يقطع 2 كيلو 3 كيلو. وفي سلالات نحل، السلالة اليمنية مثلا تقدر تطير من مسافة 5 كيلو. النحل الصحراوي طبعا برضو عنده قدرة على الطيران أكثر من نحلنا، لأنه نحلنا مرفه كثير، ويعني ما بيقطع مسافات طويلة. برضو يعني حتى خلينا نقول إذا كان في عندك مثلا خليتين أو ثلاثة، وإشي جمع وإشي ما جمع، نفس القوة، نفس عدد النحل اللي فيها، سواء يعني هنا نخص النحل السارح وليس النحل الحاضن. سمعت قبل يمكن يومين ثلاثة نقاشات الأخوة، في أخوة مثلا بيطرحوا أنه يدعموا الخلايا اللي بده يجني منها عسل، يدعمها بإطارات من الحضنة المغلقة حتى تكوى هذه الخلايا وتعطي عسل أكثر. وهذا الكلام طبعا خاطئ، لأنه النحل اللي أو كراس الحضن المغلقة اللي بدك تضيف هذا الخلية الآن، هي سينتهي الموسم وهي لا زالت نحل حاضن، وبالتالي مش رح يجني هذا النحل، مش رح يجني عسل. خليه عند أمه هذه الأكراس أحضن اللي بده يدعم، بكون دعم تقريبا يعني قبل شهر من دخول الموسم. باختصار يعني التفاوت بالنسبة ما بين النحل الحاضن والنحل السارح، وإن كانت نفس عدد النحل في الخلية، هذا سيؤدي إلى أن خلية تجمع عسل أكثر من خلية. برضو أمر آخر أخي حازم، يعني يمكن الخلية فيها مرض وانت مش شاعر فيه. مش كل الأمراض يعني النحال بيقدر انه يستشعرها. احنا في عنا كم من مرض ظاهرات منروح عليهم، مثلا شفنا النحل تعبان في فاروة من كافح الفاروة، شفنا الحضنة ميتة من كاف منشوف شو تعفن حضنة، تعفن تكلس حضنة، تكيس حضنة الى اخره، منكون بمعالجته. شفنا نحل بزحف على الأرض ولا نحل بموت، برضو يعني نبحث عن السبب ونكون بمعالجته. لكن في أمراض بتصيب النحل والنحال لا يلاحظها، خصوصا الأمراض الفيروسية التي تصيب النحل البالغ. كثير يعني في عنا تقريبا يعني تم تشخيص تقريبا ما يقارب 22 أو 23 نوع من الفيروس بتصيب النحل، والنحال لا يستطيع أن يميزها لأنه ما في إلها ظواهر. لكن يعني من أهم ظواهرها أنك تشوف هذا النحل اللي بلمع
اللي فيه وكأنه ملهون بزيت، والوبر عنده ساقط كلياته، وبتلاقي لون النحل مثلا صار على سوداد. هذا أمراض فيروسية، لكن أنا ما حدا بيخطر على باله أنه يبحث عن أصل هذه الأمراض وكيف وصلت وكيف شو أسبابها وشو تأثيراتها. لأن النحل بكون تشوفه أنت نشيط، بسرح وبرجع وبجيب عسل وبجيب حبوب لقاح. هذه الأمراض وإن كانت يعني تأثيراتها مش كبيرة جدا على النحل، ولكن برضو إلها تأثير على جمع العسل. يعني مستحيل نحل تكون مصابة بالفيروس تستطيع أنها تجمع نحل كنحل سليمة. برضو في أمر ولو أنه مش كثير يعني أهميته، لكن منطقة السروح حتى وإن كان النحل كله متجاور، ولكن منطقة السروح تختلف، قد تختلف من منطقة إلى أخرى، وكذلك منطقة المشرب. يعني ربما نحل خلية مثلا تشرب من منطقة أو خلية تشرب من منطقة ثانية، مش شرط يعني يكون على نفس السروح على المرعى ولا نفس السروح على المشرب. هذا ممكن نلاحظه، يعني لو هيك راقبت النحل أثناء عودته من السروح، بتلاقي مثلا مثل أيام هذه كل النحل عندنا بجيب حبوب لقاح تقريبا لونه هيك كريمي تقريبا، لكن بعض الخلايا بتلاقيها مثلا بتجيب حبوب لقاح لونه أحمر أو زهري أو شيء زي هيك. هذا دليل انه هاي الخلية هي اللي فقط راحت على هذا المرعى اللي فيه حبوب لقاح من هذا النوع، والبقية النحل ما وصل هذا المرعى. لذلك يعني منطقة السروح برضو قد تختلف، وان كان هذا يعني مش راح يكون ذات تأثير كبير على جمع العسل، لكن برضو بتوقع انه مؤثر ولو بكميات قليلة. تحياتي.